أخبار اليوم. وهنبدأ بالسؤال الأول question one. بس خلي بالك دايما الحته دي ناخد بالنا منها, all chemical equations must be balanced. Question one, firstly عليها 6 درجات, هي multiple choice, والمالتيبل شوز من الاسئله الموضوعيه عشان بس انا مش مشكله دلوقتي حل اللي انت عندي في اف فاهم انت هتتعامل معاها ازاي. الاسئله الموضوعيه ملهاش غير اجابه واحده, ولو في اكتر من اجابه هتبقى العمليه غلط. وحتى لو عايز تعيد, في ناس بتحب تعيد الجزئيه دي تاني عشان يكسب سؤال, يعني اختار حاجه متردد فيها فاختار هنا ايه ومعايا التاني واختار بي. لا, لو عايز تعيد بقى لازم تعيد السؤال كاملا لتشوز وغيره, او ما صلح لك الاثنين واديك الدرجه الاعلى. الاسئله الموضوعيه نظامها كده, الاوبجكتيف كويستشنز من ضمنها المالتيبل تشويس كويستشنز, لازم تصح السؤال. لو انت عايز تعيد بقى حضرتك يبقى تعيد السؤال كله كامل وانا اديك الدرجه الاعلى. لكن لو عدت لي فقره بس اللي هي فاشلي هعتبرها مش موجوده وهقول سبق تقديره, هتبقى مكرره, اجابه مكرره لا تقدر, عشان ما حدش ايه يحط في دماغه يقول لا ده المدرس ما قدرليش دي. ما هو دي الاسئله الموضوعيه نظامها كده. طيب هنبدا بالسؤال الاولاني اللي هو objective questions, هو سؤال تشوز. بيقول the reaction of ethene with hydrogen peroxide is give ethylene glycol, to give ethylene glycol is called, احنا عايزين النيم اوف ذيس ريأكشن. ها, هل هو بايرز ريأكشن ولا اوكسيديشن ولا ريدكشن ولا هيدروجينيشن؟ يعني يا ريت تفكر قبل ما تبص على الانسر. ها, تفتكر ايه؟ طبعا معظمنا هيقول بايرز ريأكشن. لا, خلي بالك بقى في هنا كومن ميستيك. ايه هي بقى؟ احنا عارفين الاوكسيديشن ان جنرال هي اوكسيديشن اوف اني الكين باي يوزنج ديفرنت كايندز اوف اوكسيدايزنج ايجنتس, هيدروجين بيروكسيد او بوتاسيوم برمنجانيت. But all these kind of reactions, which are oxidation, gives in all conditions a glycol, which is dihydroxy compound. But in case of Bayer's reaction, these scientists make this reaction by using special chemicals. Ethene is one of them, and potassium permanganate in alkaline medium. He didn't use hydrogen peroxide. In this case, we can't call this reaction as bioreaction, but it called it oxidation, because the general reaction is called oxidation. يعني خلي بالك الراجل ما اشتغلش بالهيدروجين بيروكسيد عشان تقول له باير. كل الناس هتقول باير وهتحتار بين الاثنين دول, لا تقول اوكسيديشن. خلي بالك احنا دلوقتي من خلال النموذج ده بنستعرض لك انماط من الاسئله اللي فيها مشاكل. خلاص, طيب السؤال الثاني, number of hydrogen atoms needed to change ethine into ethene equals, I want in this question, اقرا كويس, number of atoms not moles, to change 1 mole of ethine into ethene, عايز the number of atoms. احنا عارفين طبعا الإيثين في كام باي بوند؟ في 2 باي بوندز, and each باي بوند need 1 mole of hydrogen to be broken. To change ethene into ethene you have to break 2 باي بوندز, so you need 2 moles of hydrogen. The 1 mole of hydrogen contains how many atoms? هل هو افوكادروز number of atoms؟ لا, لان الموليكول فيه 2 atoms, يبقى المول هيحتاج 2 times افوكادرو, يبقى 2 moles هيحتاج كام؟ 4 times افوكادرو. شفت بقى؟ خدت بالك من الحته دي؟ انا عايزه فكه, عايزه اتومز مش عايزه موليكولز. انت معتاد ان تاخده موليكولز وموز. طب وايه الفرق بين المول والموليكول؟ لا, المول زي ما خدنا في الباب الاول هو افوكادروز نمبر اوف اتومز اوف موليكولز. المول افوكادروز نمبر اوف موليكولز, او افوكادروز نمبر اوف اتومز حسب اللي عندك ايه. اوكي, فنرضو ناخد بالنا من السؤال التاني. The color of phenolphthalein is red in a solution of,
خلي بالك بالنسبه للكالر اوف انديكيتورز عشان بتلخبط، قارنها دايما بالايه؟ باللتمس. كلنا عارفين اللتمس الاعدادي، اللتمس في الاسيد بيبقى ريد، في البيز بيبقى بلو. مين اللي شبهه؟ شبهه الفينول في سالين، سوري شبهه الميثايل اورنج. الميثايل اورنج في الاسيد ريد بس يختلف عنه في البيز بيبقى يلو. طب مين تاني شبهه؟ شبهه البروموثايمول بلو، بيبقى بلو في البيز لكن ريد في الاسيد. اما الفينول في سالين كلنا عارفين عكس الليتمس، بيبقى كالرليس في الاسيد، كالرليس في النيوترال، اند ريد ان الكالي. يبقى انا دماغي هتروح لفين بقى دلوقتي؟ هفكر على خطوتين. فلور في سالين ريد فين؟ يبقى ريد في البيزك سوليوشن، الالكالاين سوليوشن. طب دول دي سولتس ولا هم اسيد ولا هم بيز؟ لا، ما احنا واخدين في اخر شابتر 3 الكلام ده. يبقى في حته من شابتر 1 سوري في شابتر 2 في حته من شابتر 1 اللي هو الكالر بتاع الفينول في سالين، وفي حته من شابتر 2 اهي في نفس الجزئيه. ها الصوديوم كلوريت سترونج اسيد مع سترونج بيز، يبقى يديك 7 نيوترال. الصوديوم كربونيت ها سترونج بيز مع ويك اسيد، يبقى يديك ايه؟ الكلاين. الامونيوم اسيتيت ويك مع ويك يديك نيوترال. امونيوم كلوريت ويك مع ويك بيز مع سترونج اسيد، يبقى يديك ايه؟ اسيدك. يبقى مين في دول بقى هيدي؟ ها يبقى الصوديوم كربونيت. خلي بالك شوف السؤال ده بيجمع تو شابترين في حته واحده، شابتر 1 وشابتر 2 واللي قبليه شابتر 1 وشابتر 4، المول مع الاورجانيك. خلي بالك من الاسئله دي. بعد كده في اسئله عاديه كلنا عارفينها، ذا مولوكولار ماس اوف اجاز، ده موجود في كتاب النماذج. ذا مولوكولار ماس اوف اجاز وين اتس دينستي از، وموجود في كتاب المدرسه كمان اهو. At STB is 1.25 جرام بر لتر. At STB. والوحدة بتاعت الجرام جي مش جي ام. جي بس. مفيش حاجة اسمها جي ام، جي جرام جي. يبقى جي جرام على لتر. At STB is ها هل هي طبعا دي سهلة. ها هنعمل إيه؟ إحنا قلنا الدينستي الـ RMM divided 22.4. طب والـ RMM؟ ما هو عايز منك الـ RMM أهو. مولوكولار ماس. يبقى ايه الدينستي ديفايدد 22.4. ها اعمل لها ديفايد كده وشوف هتلاقيها 28 جرام. اوكي طيب السؤال اللي بعديه، الكتروليتيك سيل في الاميد. خلي بالك بقى، حط في دماغك الكومباريزون على طول. انت بتتكلم على ايه؟ على الكتروليتيك سيل مش جالفانيك. الالكتروليتيك سيل اللي درستها في اعدادي قبل كده اللي فيها الانود بوزيتيف والكاثود نيجاتيف، وكلمتنا واحده في الشابتر ده انوكس وريد كات، انود اوكسيديشن اند ريد كاثود ريدكشن. فانا بقول انود يبقى الانود يحصل عنده اوكسيديشن. طب الانود في الالكتروليتيك بوزيتيف، في الجلفانيك نيجاتيف. الانود في الالكتروليتيك بوزيتيف، في الجلفانيك نيجاتيف. يبقى انا هختار كلمه اوكسيديشن. الاوكسيديشن موجوده فوق وموجوده في اخر واحد. طب مين فيهم اللي هتبقى صح؟ بوزيتيف. يبقى هتختار بوزيتيف. خلاص؟ اوكي؟ طيب نيجي للسؤال الثاني. بدأنا بقى في اسئله اكسبلين. اسئله اكسبلين بقى من حقك تعيدها زي ما انت عاوز ونصححها لك كل مره ونديك الدرجه الاعلى. غير الاسئله الاوبجيكتيفز خالص. اكسبلين ويز دروينج ذا ميثود اوف بريباريشن. خلي بالك دي في حته استراتيجي هنا. ما قالكش هتحضر مين، قاعد يقول لك حاجات عنه. اوف انساتوريتد جاز كونتينز تو كربون اتومز produced by thermal cracking of petroleum products of long chain. هلا الثيرمال كراكنج ده خدناه فين؟ او كاتاليتيك كراكنج خدناه في اول الاورجانيك في درس الميثين. طب اما بنعمل كراكنج للونج تشين بيعمل ايه؟ بيبقى جزء منه بيبقى الكين والتاني بيبقى الكين. الالكين اللي هو الجازولين، والالكين قايل لك في الكتاب ايثين وبروبين. بس ده قال لك تو كربون اتومز، يبقى مين فيهم؟ يبقى الايثين. انا عايز احضر، ما قلتلكش بقى صراحه ازاي تحضر الايثين في اللاب عشان تسمع. لا اهو انت هتفكر وتطلع. يبقى انزل لاب، يبقى عرفنا ان هو الايثين جاهز. رايز ذا كيميكال ايكويشن والكلام بقى، انت حافظين طبعا تحضير الايثين وهتلاقي قدامك في الانسر واضح. طيب نشوف بقى للايوباك نيم. خلي بالك في الايوباك نيم ده الكين ولا الكين ولا الكاين؟ مثلا في باي بوند دبل بوند يبقى الكين. طيب دايما بنرقم من ناحيه الايه؟ دبل بوند. طيب فين اللونج تشين؟ اهي لونج تشين اهي.
خلاص يبقى حضراتكم هنقول 1 2 3 4. ادام 4 يبقى بيوتين. طيب والبوند في نمره كام؟ ما بين 1 و2 ناخد الرقم الاصغر يبقى ايه؟ 1 بيوتين. طب وفي بقى في نمره 3 ايه؟ ميثاي. شفت بقى؟ دي غلطه اهي. شفت بقى الميس كونسبشن اللي هنا؟ رحت انت خدت دي زي ما انا شرحت كده، خدت دي ان هي دي اللونج ستشن، ما خدتش بالك ان هنا ايه؟ C2H5. يبقى هنمشي ازاي بقى؟ بص يبقى هنمشي كده بقى اهو. شفت؟ انا مشيت في الاول زي اي واحد بيفكر عادي اهو. شفت؟ يبقى هتمشي كده. هيطلعوا كام اتوم؟ هيطلعوا 5. يبقى بنتين مش بيوتين. شفت؟ هتصلح نفسك بقى. يبقى تمشيش على طول، لازم تدور جرب السكه دي وجرب السكه دي اهو. شوف طلع ايه؟ بنتين. يبقى اي واحد هيرقم هيرقم كده عادي مش هياخد باله، لكن لما هيدقق شويه هيلاقي هنا C2H5. يبقى دي مضغوطه، جزء مضغوط، يبقى لازم امشي كده اهو. همشي كده ليوم 5، يبقى 1 بنتين. صلحنا إيه. طب وفي نمره 3 في بقى اهو، دايما البرانش تعمل عليه، يبقى انت خدت الايه؟ البوك، تعمل بوكس كده على اللونج ستشين وعلى البرانش داير. البرانش عندك ميثايل في نمره 3، يبقى 3 ميثايل 1 بنتين. طب وده؟ ده بقى مركب اروماتيك بس بيسمى بطريقه الالفاتك. ازاي بقى؟ لان عندك الفينايل جروب، الحاله دي اسمها فينايل. ما هو البنزين لما ناخد منه اتش يبقى فينايل، والميثين لما ناخد اتش يبقى ميثايل. طب ليه البنزين لما خدنا منه اتش ما قلناش بنزايل؟ لان حلقه البنزين الاسم القديم بتاعها فيه، يبقى فيه فينايل. كويس؟ يبقى الحته دي اسمها فينايل. يبقى دي لونج ستشين هاخدها عالي فيها 4 كربون، يبقى بيوتين. وفي نمره 2 في فينايل، الميداليه اللي متعلقه دي، يبقى هتقول ايه؟ 2 فينايل بيوتين. اوكي؟ عرفنا التسمية؟ طيب نيجي بقى السؤال ده، سؤال شرحي برضو، برضو لو كررته بكل طريقة بس عايزك تقراه بدقة بقى ودماغك ما تروحش بعيد. ايه بقى؟ بيقول لك فورمالدهايد رياكت ويز فينول فورمينج كو بوليمر. يبقى ده رياكشن بين الفينول والفورمالدهايد وهيديك كو بوليمر. وبعد كده زين كوندنسيشن بوليمرايزيشن تيكس بليس تو فورم ا نتورك بوليمر. أول حاجة طلب منك clarify condition and how the copolymer combines to form network polymer. أول واحد ما يقرأ السؤال ده يقول لك المعادلة الإيكويشن بتاع اللي مش عليه، وأنا قلت لك اكتب إيكويشن؟ محدش قال لك اكتب إيكويشن. الإيكويشن مش عليك أصلاً. محدش قال لك اكتب إيكويشن، ده إحنا دلوقتي بيقول لك clarify the condition and how، اشرح له. ما قالش باي كيميكال ايكويشن، لان الكيميكال ايكويشن مكتوب تحتها، مكتوب تحتها فور الستريشن اونلي، للايضاح فقط، يبقى انا ماليش دعوه بالكونديشن. يبقى انا هقول ايه؟ الكونديشن، وبعدين هقول الكوبوليمر اللي هيتكون، هشرح يتكون ازاي. فعندنا الكونديشن قال لك ان اسيدك اور بيزك ميديا. طيب قال لك فينول رياكت ويز فورمالدهايد ان اسيدك اور بيزك ميديا. ماشي. طب وهاو كوبوليمر فورمت؟ قال لك 1 مولكيول اوف فورمالدهايد رياكت ويز 2 مولكيولز اوف فينول باي لوسينج ووتر اند ا كوبوليمر اللي هو اسمه باكرايت. كوبوليمر بقى 3 دايمنشنال وكروس لينك وبيعمل بعد كده نتورك بوليمر. ادي الشرح المطلوب. بعد كده بقى هتقول اسم الناتج باكرايت. طيب والبروبرتيز بتاعته ثيرمو سيتنج، يعني بلاستيك ضد النار، الاختراع بتاع ضد النار، بلاستيك ضد النار، بلاستيك ضد النار، ثيرمو سيتنج او هيت ريزيستنس. ويوزد طبعا في الالكتريك انسترومنتس زي ما بتشوف مثلا القابض بتاع الفيوز بتاع بوكس الكهرباء، او غطا او ايد الطاسه والحله في البيت اللي لونها غامق دي يا بني، تحطها على النار ما بتتحرقش بس بتديك ريحه وحشه كده وتشيط. هي دي الباكلايت، بلاستيك ضد النار. وكمان بعض الاش تريز اللي هي طفايات الحريق، طفايات السجاير في الفنادق اللي هي بتبقى ستانلس كده والطفايه سودا، حط السيجاره ما تسيحش. عرفت الموضوع؟ بس ده بالنسبه للسؤال الاول.